بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل حضراتكم. لو مثلا في المدرسة أو الكلية أو أيا كانت الدراسات اللي أنت حضرتك بتدرسها، عملت الواجب المطلوب منك وخلصته، بتبقى مطمن أن أنت خلصت اللي عليك. لكن لو زودت من عندك مذاكرة جزء أكبر من المطلوب منك، يا سلام، بتبقى نايم وأنت مطمن أكتر أنك مخلص كل اللي وراك ومحصن نفسك بمذاكرته كمان. في العبادات بقى بيبقى فيه فروض وواجبات لازم نعملها، وفي زيادات، دي اللي بتدخل الطمأنينة وتحسس الواحد ان هو مترستق وعمل اللي عليه وزيادة. دايما الحتة الزيادة دي هي مصدر الطمأنينة والراحة. لو صليت الخمس فروض بتبقى عملت اللي مطلوب منك، لكن لو صليت السنن بتنام وانت حاسس برضا عجيب كده ان انت يعني زودت الواجب المطلوب منك. صيام الأيام في غير رمضان بتطفي سعادة بعد ما بتكمل اليوم، وبتحس ان انت بتزود رصيدك بصيام التطوع ده. اما طبعا الصدقات اللي مش مطلوب منك ولا واجب عليك انك تدفعها، ومع ذلك بتطلعها بسعادة وشغف، لان انت عارف انه دي يعني او فيها زيادة عن الواجب، وبالتالي زيادة في البركة والثواب. مش دايما بنعمل الزيادات او السنن، لكن لما بنعملها احنا بنحس الحقيقة بالإنجاز. في سنن كتير معروفة وسنن مهجورة. في سنن في العبادات، ودي تقريبا يعني معظمنا عارفينها وتقريبا عارفين ثوابها، لكن يا ترى هل في سنن في المعاملات؟ هل في سنن في المظهر؟ هل لها ثواب معروف؟ هل في سنن مهجورة؟ هل في سنن ما نعرفش عنها حاجة وممكن تبقى مصدر عظيم للحسنات والطمأنينة ولزيادة الخير؟ خيرين هنسأل فضيلة الشيخ محمد عبد السميع. أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منورنا يا فضيلة الشيخ. الله يحفظك يا فندم، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. الله يكرمك، كلمنا عن السنن بقى فضيلة الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة يعني قدوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا وطريقنا إلى الله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز. النواجز اللي هي الأضراس الأخيرة، يعني سيدنا النبي عايز يقول تمسكوا بسنتي على أقصى درجة يمكنكم. إيه بقى المقصود بالسنة؟ العلماء قالوا السنة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته. يعني ربما حد يعمل حاجة قدام سيدنا النبي فسيدنا النبي يقر عليها فتصير سنة. سيدنا النبي كانت من صفاته أشياء معينة، فإحنا نعمل زي ما سيدنا النبي كان بيعمل، فيبقى هي دي السنة. طيب إيه بقى ثواب من يحصل أو من يتبع السنة؟ سيدنا النبي علمنا أنه من عمل بسنتي وجبت له شفاعتي. يعني ثواب اللي يعمل بسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدنا النبي يشفع له ويدخله الجنة يوم القيامة ويجعله في الدرجات العلى من الجنة، ويصاحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وفي أعالي الجنان. طيب يعني إيه سنة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما كلفنا بالأوامر والنواهي وأمرنا بالصلاة والصيام وكذا، ذكر لنا هيئة مجملة: صلوا، صوموا، زكوا. سيدنا النبي جه بين لنا تفاصيل الصلاة والصيام والزكاة وكذا، فعلمنا وقال لنا: خذوا عني مناسككم. يعني لما تيجوا تحجوا، حجوا زي ما أنا حجيت. جميل. صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا الدين لا يكتمل ولا يكون تام إلا لما نعمل زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. جميل. صلى إزاي، ركع إزاي، سجد إزاي، وهكذا. طيب في بقى قضية مهمة جدا، وهي مسألة السنن المهجورة اللي حضرتك نوهت عليها. طب ممكن أسأل سؤال قبل ما نروح للنقطة دي؟ عشان أنا في حد عارف حضرتك، في ناس كده اسمهم القرآنيين، يعني الناس اللي يؤمنوا بالقرآن الكريم ودايما يخشوا كده شمال في حتة السنة وكده. فحد كان مش عارفة بنتكلم على ست أيام البيض، يعني إنه تعالى يلا نصوم، فحد دخل كده شمال وقال إيه هو هو النبي جه ليبين للناس ما جاء في القرآن الكريم، إنما ليه شرع حاجات مش موجودة أصلا في القرآن الكريم؟ يعني ليه زود صيام، ليه زود صلاة، ليه زود كذا؟ فحيك ترد عليه أو على الأسئلة دي بإيه؟ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي فقط ليبلغنا القرآن، إنما جاء ليبلغنا وليطبق لنا. ولذلك المشركين والكفار
كانوا بيقولوا لسيدنا النبي يعني كان ربنا يبعت ملك. ربنا سبحانه وتعالى أنزل في القرآن ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. يعني لو كان هينزل ملك ولا لبسنا عليهم ما يلبسون كان هينزل في صورة رجل برضو. العلماء قالوا بقى إنه سيدنا النبي جه رجل مننا ليه؟ عشان يطبق المنهج. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرد بقى على الإشكال اللي حضرتك طرحتيه ده ويقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية ومثليه معه. يعني ليس التشريع هو القرآن فقط، إنما التشريع القرآن وما أوحى الله إلى نبيه من أحاديث وآثار، وما أوحى الله إلى نبيه من كيفية تطبيق القرآن. القرآن الكريم بيقول صلوا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لكن السنة بتقول إزاي نقيم الصلاة. تمام. القرآن الكريم بيقول إن الصلاة يلزم لها الطهارة، لكن السنة بتقول الطهارة تكون إزاي. الاغتسال إزاي، الوضوء إزاي، طب لو حد حصل له كذا يعمل إيه، وهكذا. يبقى إذن اللي بيفهم الدين إنه من خلال القرآن فقط ده بيغمي عين ويكشف التاني، أو بيغمي العينين ويقول لحد خدني معاك. لا، الدين قرآن وسنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله أو مثليه، فالسنة هي التطبيق الواعي للقرآن. السنة هي النموذج التطبيقي للقرآن، فليست منفصلة عن الدين. طيب إيه السنن الواجبة والسنن اللي مش لازم أو مش يعني مش واجبة؟ وهل السنة هي اسمها سنة يعني مش واجبة؟ جميل. آه، في فرق ما بين المصطلح السنة ومصطلح المستحب. أيوة. بعض الناس بتحط المستحب بتحط عليه كلمة سنة اللي هي في مقابلة الواجب. لكن ايه الفرق ما بين السنن الواجبة والسنن اللي مش واجبة؟ فرق العلماء بين سنن العبادات وسنن العادات. أيوة. ايه سنن العبادات؟ الصلاة، ازاي نصلي؟ نصلي 4 ركعات مع ان القرآن في الظهر، مع ان القرآن ما بيقولش ان الظهر 4. نصلي 4 في العصر مع ان القرآن ما بيقولش كده. السيدة أم حبيبة تقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من داوم على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. دي السنن. وسيدنا النبي يشرحها لنا ويقول 4 قبل الظهر واثنين بعده واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر. بيداوم على دول زي ما سيدنا النبي كان بيداوم عليهم، بنى الله له بيتا في الجنة. هذه كلها اسمها سنن العبادات. دي واجبة نعملها وننفذها. السنن اللي قبل الصلاة مش واجبة، لكن هيئات الصلاة واجبة. تمام. اللي سيدنا النبي كان بيصلي بيه واجب، الصيام واجب، الزكاة واجبة، وهكذا. تمام. لكن دلوقتي بقى إذا كان السنن متعلقة بالعادات، يعني إيه متعلقة بالعادات؟ يعني خذ بيمينك وأعطي بيمينك. سيدنا النبي بيقول كده، لما تيجي تاخد حاجة خد بإيدك اليمين، ولما تيجي تعطي حاجة اعطي بإيدك الشمال. دي عادة من داوم عليها فله ثوابها، لكن لا يحرم ان انا اخد بالشمال. طب والاكل بالشمال ولا اعطي بالشمال؟ نفس الحكايه، هذا امر في بعض الناس بتحرم الاكل بالشمال. ده طبعا ضيق افق وعدم فهم للدين. الاكل ده عاده من العادات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا ناكل باليمين على جهه السنه. فقالوا الامر، يعني لما سيدنا النبي يامرنا بحاجه متعلقة بعادة من عادات الحياة، فده معناه ان ده مستحب، ان ده ارشاد، ان ده توجيه، وليس واجب بحيث انه يأسم. يعني ما يأسمش اللي يشرب اللي بإيده الشمال، ما يأسمش، ما يأسمش، والشيطان ما ياكلش في اكله وما يعملش في ولا اي حاجة. كل اول مرة اسمع الكلام ده. كل الحكاية انه اللي ياكل بإيده اليمين ياخد ثواب، اللي هي السنه يساب فيها. زي اللي ينام على جنبه اليمين. زي اللي ينام على جنبه فبالتالي اليمين. اللي ينام على جنبه الشمال مش هي. زي اللي يربي لحيته. زي اللي يعمل زي ما كان سيدنا النبي. لا، في ناس بتحرم حلق اللحيه. لا، مش محرم ولا حاجه، بل بالعكس بعض مجتهد الفقهاء بيقولوا انه ده امر مباح كمان. يعني جائز ان انا احلق لحيتي. تمام. فلكن الفكره هنا بتقول انه الامر ده متعلق بايه؟ بالعبادات ولا بالعادات؟ اذا كان متعلق بالعبادات يبقى انا يجب ان انا انفذ هذا الامر من سيدنا النبي. لا، متعلق بالعادات يبقى سنه مستحب. سنه سيدنا رسول الله اولى بالاتباع. على جهه الندب، على جهه الاستحباب. جميل. وليست على جهه الوجوب، والا سيأسم كل الناس بسبب حاجات سيدنا النبي لم يقصد ان يضيقها عليه. جميل. طيب اخد اتصال من مدام عايدة. الو، اسماء معانا؟ ايوه مع حضرتك. الو، اهلا بيكي، اتفضلي. هو انا ليا تجربه كده، اني عايزه اقولها في موضوع السنن.
اتفضلي. في حاجه انا كان عندي مشكله كبيره الايام يعني الشهور اللي فاتت حوالي 5 شهور كده، وفي حاجه انا كنت متعوده اعملها وبعدين بطلتها شويه اللي هي الانفاق، هو بناخد من الفلوس عشان نطهر بيها نفسنا. تمام. فمش عارفه يعني انا حسيت ان انا عشان كنت مقصره تقريبا، او يعني بعد الازمه الاخيره دي اللي انا متعرضه لها حسيت ان انا لا، هو انا ايه، انا ايه اللي نساني اصلا اعمل كده. فرجعت تاني ان انا انفق في سبيل الله يعني، واجود في الانفاق مش بس انفق. تمام. يعني انا مثلا كان عندي مشكله في ان انا ما كنتش لاقي شغل خالص، وما كانش معايا فلوس نهائي. وبعدين اول شهر 3 اللي احنا فيه ده عملت حاجه، لقيت في حاله المفروض واحده صاحبتنا قالت لنا ده في بنت في الجامعه عايزه هدوم عشان تروح بيها الجامعه. فكل الناس قالت وزنها، وكل الناس قعدوا يدولها من اللبس اللي هو عندهم. انا قلت لا مش هعمل كده، يعني انا قلت لازم هي تفرح بانها تجيب هدوم جديده خالص. فاقتطعت مبلغ من عندي ورحت، يعني اللي هو طقم كامل بس هي تروح تشتريه. فهم كلهم قعدوا يقولوا لي يا بنتي خلاص اصلا، وبعدين لو حاجه عندك يعني مش لازم تبقى حاجه جديده وكده. وانا اصريت جدا ان انا اجود في الانفاق يعني عشان افرحها. ماشي. فهي فعلا بعتت لي البنت اللي هي الوسيط يعني بعتت لي فويس بالبنت، وهي فعلا مبسوطه جدا. وفعلا الطقم اللي هي اشتريته بفلوس كان احسن بكتير جدا من كل الهدوم اللي وصلت لها يعني. انا ما عداش اسبوع الا وربنا كرمني بشغل كويس جدا ومناسب ليها جدا. وتقريبا يعني انا لما سمعت الفويس بتاعها في الواتساب انا حسيت فرحتها لما ربنا كرمني بفرحه الشغل ده. والله العظيم. وانت عارفه حضرتك يا مدام دواء، انا لما طلعت الفلوس دي انا عندي كان عندي قناعه كده ان انا مش هيعدي شهر 3 ده، حتى قلت لماما يا ماما مش هيعدي شهر 3 جميل يا اسماء، الا وانا فرحانه نفس فرحه البنت دي. شكرا ليكي يا اسماء، جميله تعليق حضرتك على فكره التجويد في الحاج. هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي عبدي انفق عليك. فاللي بيعطي لابد ياخذ، وهو يعطي بقدرته او بحجمه، والله يعطي سبحانه وتعالى بحجمه وقدرته. طبعا مش العطاء الالهي فقط انه نيجي لها شغل او ترزق بمال او كده، العطاء الالهي اكبر من هذا بكثير. وهذا لن ترى الا يوم القيامه. يعني مش بس مش خد وهات يعني، او اكتر من كده بكثير. يعني لسه في ثوابها متشال. طبعا الله سبحانه وتعالى يعطي اضعافا مضاعفه. وده اللي احنا بنبشر بيه المنفقين، انه كل ما انت بتجود وكل ما انت بتطاوع ربنا سبحانه وتعالى وتستجيب لهديه اكثر واكثر، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيفيدك. السيده عائشه سيدنا النبي دخل عليها في يوم لقاها بتغسل بعض الدراهم والدنانير. فقال لها بتعملي ايه؟ فقالت له والله انا هتصدق بيهم. فقال لها قالت له اصلهم بيقعوا في يد الله قبل ان يقعوا في يدي. جميل. هنطلع فاصل نرجع نكمل حلقتنا. عودة لكم مشاهدينا على الهواء مباشرة، ومعي اتصال من سوزان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي أنا عايزة أسأل سؤال صغير. اتفضلي. مين هم القواعد من النساء؟ وهل يا ترى يجوز للقواعد من النساء خلع الحجاب وحط مكياج وخروج باللبس العادي ولا لأ؟ حاضر. أسماء. نعم. أهلا يا أسماء، اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا مدام دعاء؟ الحمد لله، اهلا بيكي، اتفضلي. ربنا يخليك. احب حضرتك و الله يكرمك بفضيله الشيخ محمد، وربنا يا رب يجعله في ميزان حضراتكم يا رب. ان شاء الله. امين يا رب. اهلا وسهلا يا استاذه، اتفضلي يا اسماء. انا اول مره اكلم حضرتك يا مدام دعاء، فمعلش اعذريني انا مرتبكه جدا. بس ليا كام سؤال عند فضيله الشيخ كده اهوت. بالنسبه للحاجات اللي هي بتطلع، الحاجات اللي هي ذكرى الله وكده، يعني انا لما باجي احب اطلعها وكده
فانا شايله مبلغ مع اختي كل ما كل مثلا ما اجي اطلع حاجه لله وكده اهوت اقول اطلع مبلغ كذا يدي الله، فهل دوت ثوابي بيروح ولا ايه؟ علشان اختك يعني عارفه يعني تبقى في يعني الحاجة تبقى في الخفا ولا عادي لو عملتها في العلن عادي يعني؟ ماشي لازم. ده سؤال. السؤال الثاني لو سمحت عايزه رقم فضيله الشيخ محمد اتواصل مع حضرتك بعد البرنامج لو سمحت يا مدام دعاء. تاخد رقمك ولا نسيب لها؟ حاضر. طيب ادوها رقم فضيلة الشيخ. شكرا يا اسماء. طيب مين هم القواعد من النساء وصفاتهم ايه ويبقى شكلهم ايه ويلبسوا ايه ويعيشوا ازاي وكده؟ طبعا يعيشوا زي الناس بتعيش يعني. القواعد من النساء يعني الست اللي كبر سنها فبقى عندها 60 70 فما بقاش يعني لما تظهر على الشباب والولاد ما يحصلش يعني كلهم يشوفوها زي ماما يعني. فدي مش 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 واجب قوي انها تغطي شعرها، مش واجب قوي انها تغطي دراعها مثلا لو في حاجه من دراعها هتظهر. يعني الشرع جاء للنساء اللي كبروا في السن وخفف عنهم التكليف. طيب وهل ليهم يعني صفات معينه؟ 60 سنه دي في واحده 60 سنه تبقى شكلها اصبى مني اذا حلوه وشعرها اصفر وجميله وكده. اذا المساله متعلقه ب انخفاض الشهوة أو عدم وجود شهوة أو عدم وجود فتنة. ممكن واحدة تكون سنها كبير لكن جذابة، لكن لو ظهر شعرها أو شيء من جسمها ممكن ده يحدث خلل عند من يشوفه، يبقى ما ينفعش أنها تعمل كده. فمصطلح القواعد من النساء مرن نستخدمه لما يكون الدنيا بقت أقل، يعني ست كبرت وبقت صعبة يعني عليها. مثلا ست قاعدة في بيتها ودخل ولاد صحاب ابنها مثلا صغير وهي كبرت وهي لابسه جلابيه او وصعب عليها انها كل شويه تحط الطرحه على شعرها وكده فنفتيها. انما ما تنطبقش على حد جسمها صغير وحلوه وبتعمل شعرها وهتقف قدام الشباب وهتتمكيج. السؤال بيقول تحط مكياج وتنزل يعني وتعمل شعرها وكده يعني تبقى شكلها صغير. كل ما يكون في حاجه تدعو الى الوقوع في الحرام والى الوقوع في الـ في الـ في ما حرمه الله والموبقات فوجب الامتناع عنها. طب مر يرى نقول ان واحده كبرت في السن لكن شايفه ان حد بيبص لها بصه وحشه، ما ينفعش توري له شعرها، ما ينفعش توري له ايديها حتى مع كونها يمكن ان ينطبق عليها المصطلح. طب الموضوع ده يترك لتقدير الناس، تقدير المفتي. يعني المسائل دي الفتوى فيها تختلف باختلاف الاشخاص ودي يتسال فيها. والله انا مثلا خطيب بنت اختي بيجي عندنا وانا ست كبيرة عندي 60 سنة وبيكلمني يقول لي يا ماما وعينه ما بترفعش من الارض، فهل ممكن لو شاف دراعي مثلا او ما حطيتش اشرب او كده عشان انا بشتغل وبعمل وبسوي فده يبقى حرام؟ لا مش حرام ولا حاجة في هذه الحالة. ايوه يعني مع امن الفتنة كل حالة تقدر بقدرها. الله يفتح على حضرتك. مع امن الفتنة وامن الوقوع في الحرام يجوز هذا، ومع عدم امن الفتنة هيبقى من احرم الحرام. جميل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل في مسألة من هذا النوع يعني ينفع حد يجي يزور البيت والزوج مش موجود؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا يجوز. فقالوا ترى ما رأيك في قريب الزوج اللي هو الحمو اللي هو قريب الزوج ابن عم زوجها ابن خال زوجها؟ قال الحم والموت. ده أخطر حاجة لأنه داخل البيت وهم عارفين إن ده بيت قريبه فمحدش هيقول له أنت رايح فين ولا جاي منين ولا هيقول إن ده عيب إنه يخش على واحدة ست قاعدة لوحدها وهكذا. إذا فاجتناب الوقوع في المحرمات واجب وتقدير الأمور بقدرها. طيب بالنسبة لزوج الأخت هو بيبقى محرم على أخت مراته مؤقتا تحريم مؤقت، هل في الوقت المؤقت ده يجوز ليها انها تكشف راسها او كده قدامه؟ ابدا ابدا ممنوع. لا يجوز. تمام. لا يجوز لانها بالنسبه له اجنبيه. وبرضه يعني يزداد ويشتد اللوم اذا كان بينظر اليها نظرات. لا وحصلت ان حد ممكن يطلق اخته ويتجوز اختها. طيب عزه. الو اهلا بيكي عزه اتفضلي. انا مدام دعاء ازيك؟ الحمد لله. ممكن كلمة فضيلة الشيخ؟ اتفضلي يا استاذ عزة. فضيلة الشيخ انا متجوزة وجوزي مسافر و ممكن ترفعي صوتك بس شوية؟ متجوزة وجوزك مسافر وايه؟ ايوه. فلما اتجوزت انا كان لسه بكمل تعليم. فكملت تعليم ورحت عند اهلي ما قعدتش مع اهل جوزي. ايوه.
فلما رحت عند اهلي فبدات ان جوزي يبعت لي مصاريف ماشي، لان اهلي بيدوني مثلا مصاريف، بس طبعا المصاريف ما بتكفيش، فبدا ان هو يبعت لي. فانا اللي ان هو اللي بعت لي بقى وبيديني فلوس، ده حرام ان احنا حرام انك تصرفي منها عند اهلك يعني؟ انا يعني تهيأ لي كده، متجوزه وجوزها مسافر وعايشه عند اهلها، جوزها عشان بتكمل دراستها. مفيش مانع ان حضرتك تاخدي من زوجك وتصرفي وانت قاعده عند اهلك، لانك الان صرتي زوجه له ووجب عليه النفقه عليك حتى لو كان مسافر. جميل. حتى لو كنت قاعده في بيت اهلك. طيب مفيش مانع. هيقول لنا بقى السنن المهجوره اللي احنا ناسيينها في خضم الدنيا يعني، ونعملها كده وناخد بيها ثواب. هو في سنن كتير مهجوره الحقيقه، بس انا عايز اركز على سنه مهمه جدا عشان الجمهور بتاعنا يعني معظمه ستات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ايها النساء المسلمات، لا تحقرن احداكن ان تهدي لجارتها ولو فرسا شاه. الله. يعني ايه؟ يعني حتى الحاجه اللي هي بعض الناس تزهد فيها، اللي هو زي ارجل الشاه اللي هي الكوارع بنسميها احنا كده، الـ 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 الأشياء دي بعض الناس ما بتاكلهاش وممكن تحقرها، لكن سيدنا النبي بيقول ما تستقلوش هذه الأمور. اهدوا لجارتكم. فمن السنن المهجورة مسألة إهداء الطعام ما بين الجيران. الله عليك. دي من غاية السنن المهجورة، وتاخد بيها ثواب كبير، وبتحدث ألفة كبيرة جدا. صحيح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني هيجعل له جزء من تركة جاره. كل هذا من شدة التوصية بالجار. وكان سيدنا أبو ذر يقول: ما زال خليلي، يعني سيدنا رسول الله، يوصيني إذا طبخت مرقا أن أزيد منها وأن أعطي جيراني. الله. فشوفي حضرتك بقى، كان زمان عندنا في الواقع المصري يوم عاشورة تلاقي كل العمارة تاخد من كل واحد بعت، كل واحدة بعت لجارتها. صحيح. يوم عيد العيد الأكبر اتقطعت العادات دي خالص. الله يفتح على حضرتك. العيد الأكبر جيبوا لحمة وهكذا. في كل موسم ليه أكلة، بل بالعكس ده كان في ستات بتدي لجارتها من أي أكلة تعملها. ودي تدي لدي ودي تدي لدي. جميل. وده بيحدث ألفة كبيرة جدا جدا جدا، وهو استجابة لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى الجار. فهيا نرجع للسنة الجميلة. جميلة. فضيلة الشيخ ربنا يجازي حضرتك كل خير. أنا بشكرك شكرا جزيلا. وصلنا لنهاية فقرتنا مع فضيلة الشيخ محمد عبد السميع. بعد الفاصل عندنا ثلاث فقرات، عندنا فقرتين لبهية، تقرير مصور لتكريم أمهات الشهداء، والحقيقة هم مش بس كرموهم، هم كمان عملوا لهم كشف مبكر في بهية، وتكريم الموظف المثالي في بهية، والفقرة الثالثة هي فقرة طبية مسجلة. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.